ككثير من القرى البربرية لا يمكن تسمية تغزوت بقرية حقيقية، ولكنها مجموعة من البلدات الصغيرة المتناثرة حول نواة مركزية، أي مكان يقام فيه السوق الأسبوعي كل يوم ثلاثاء. يعيش هناك حوالي 5000 ساكن، يتكلمون كلهم لهجة محلية مشتقة من البربرية تسمى الصنهاجية، أخذت اسم القبيلة المشهورة التي وصلت منذ زمن طويل إلى جنوب البلاد والتي ينتسب إليها السكان الحاليون. وتعني كلمة تغزوت في هذه اللهجة البديلة الخضراء، وهو اسم مناسب جدا لأن هذه الجماعة القروية الصغيرة تقع عند سفح جبل عارز، وعلى الجانب الآخر جبل تيتغين أعلى قمة في سلسلة الريف والمكان الأكثر اخضرارا في المغرب. وكذلك أيضا اسم الوادي المنحدر من هناك، راويا بالمياه الكاسحة لأشجار الفلين والجوز واللوز والقطلب وحقول القمح والشعير، وفاتحا للطريق عبر واد صغير منحدر يتوارى ما بين إقليمي الحسيمة وتونات. وغالبا عندما نتكلم عن تغزوت يجرنا الكلام مباشرة عن الفن التقليدي وطرز الجلد. يقوم الحرفيون الذين يرابطون حول منشآتهم المتهالكة بصناعة مجموعة من المنتوجات الجلدية المطروزة كالمحفظات اليدوية والأحزمة وحافظات النقود والزعبولة المشهورة وأكياس ذات هوامش مزوقة بالطرز مصنوعة من شرائط رقيقة ذات ألوان ناعمة أو مشرقة من جلد الماعز فيما مضى والآن من البلاستيك. وإذا كان البعض منهم مختصين في هذا المنتوج أو ذاك، فكلهم يستعملون نفس التقنية لتحضيرها، حيث يجب أولاً تقطيع قطع الجلد وتسطير الخط الأساسي فيها وإلصاقها، ثم جمعها وصقل اللمسة الأخيرة. أساساً لا يستعمل الحرفي في ذلك غير نوعين من الأدوات البدائية، مقص الإسكافي ومجموعة صغيرة من الخرامات. وإذا كنا من خلال التطريز نستطيع تمييز المنتوج الجلدي الحقيقي لتغزوت، فإن الإجراءات الأساسية التي تشغل بها يجب أن تكون منتظمة جدا، تثقب الشقوق واحدة بعد أخرى بواسطة الخرامة، ثم يمرر حزام بجذبه من فوق بتمهل لكي لا يتقطع. ويكمن السر في الدقة التي تثقب بها تلك الشقوق، شدة الحزام وبطبيعة الحال صبر الجميع. وتبدو قيمة حرفي تغزوت إلى درجة أنهم انتشروا لتسيير معامل الجلد في كل ربوع البلاد تقريبا، في فاس، في عين علوبة، وفي حي محراتين، وفي الرباط في شارع القناصر، وفي الدار البيضاء في شارع السويس، وفي مراكش قرب ساحة جامع الفناء، وفي طنجة السوق الداخل، وفي تطوان شارع الخرازين. وكثيرون يعودون إلى بلدتهم بين حين وآخر لينهلوا من المصدر الأم لمهنتهم.